من القاهرة السيد أكرم عطلة الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد الفاضل، بصفتك إخصائي في الشأن الإسرائيلية ومتابعة ما يدور في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو صرح وانتقد ثم تراجع عن الانتقاد، لماذا؟ يعني هذه التغريدة التي وضعها بنيامين نتنياهو بالأمس فجرا الساعة الواحدة تعتبر فضيحة الحرب. بنيامين نتنياهو أظهر أنانية غير عادية، وأظهر أنه مستعد لأن يضحي بالجميع ويلقي باللائم على الجميع ويحرق الجميع ويدوسهم من أجل مصلحة الشخصية. وهنا لماذا فسرتها بهذا الشكل ابتداء، أن هذا التراجع في التصريحات يؤشر أنه يستعمل السياسة في متابعة أمر الحرب؟ لا، هو هذا الصباح ما نشره فجر أمس على الواحدة هو يريد أن يقول أنا لست المسؤول، التقارير التي قدمت لي هي تقارير تقول أن الوضع مستقر وأن الخلل في تقييمات الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والجيش الإسرائيلي، هؤلاء الذين أخطأوا هؤلاء علينا أن نحاسبهم وأنا بريء من هذا. وهل هو بهذا التصريح يسطبق التحقيقات، خاصة وأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أن الأمر قيد التحقيق وقد يستغرق وقتا، هل تتصل؟ هو حاول أن يرد على سؤال كبير مفتوح في إسرائيل، ورئيس الأركان ووزير ورئيس جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية كلهم كل واحد فيهم قال أنا أتحمل المسؤول، بمعنى أنهم هذا يفهم منه أنهم وضعوا استقالتهم إلى حين أن تنتهي الحرب، لم ينتظروا تحقيقات. الجميع بدأ يتساءل أين بنيامين نتنياهو، ماذا قال، هل يتحمل مسؤولية؟ منذ الحرب حتى الآن مؤتمراته الصحفية على شكل بيانات، لا ينتظر أسئلة الصحفيين، لأنه فورا سيسأل صحفي هل تتحمل مسؤولية؟ لماذا تأخرت على تحمل مسؤولية؟ لماذا لم تكن رجل مثلهم بتحمل المسؤولية؟ وبالتالي هو حاول أن يرد على السؤال الذي لم يجيب عليه، يعرف أنه هذا السؤال يشغل الشارع الإسرائيلي، فأراد أن يقول أنا لا أتحمل مسؤولية، الذي يتحمل مسؤولية هم مسؤول قادة الجيش والمخابرات. إسرائيل هذا الصباح كان بها ثورة كبيرة على بنيامين نتنياهو، كما قلت بيني جنت شريكه ويائير لبيد زعيم المعارضة وأكثر من مسؤول إسرائيلي، يعني جابي أشكنازي وزير الخارجية السابق في عصر يائير لبيد ورئيس أركان سابق أيضا تحدث في قسوة، رئيسة حزب العمل كانت أكثر قسوة بكثير منهم، ليبرمان تحدث في هذا الموضوع. في هذا الصباح أنا رأيت على القناة 13 كان هناك محلل إسرائيلي يقول هذا يشكل خطر، هذا الذي يفكر بنفسه الآن الدولة تغرق ودم وحرب وهو لا يفكر إلا بنفسه، هذا سيغرقنا قبل أن تنتهي الحرب، وبالتالي على إسرائيل أن تقيل هذا الفاسد الأناني بهذا الشكل كان الحديث عنه. وبالتالي رفع تغريدة بنيامين نتنياهو وحاول أن يعدل، لكن الفضيحة يعني تمت أنه يدعم أجهزة الأمن، قبل ساعات كان قد يعني يضحي بهم كقربان من أجل استمرار حكمه. نعم سيد أكرم، أسئلتنا السابقة التي كانت تتابع الهجوم البري وما قبله من عملية استعداد، هذا التغير التكتيكي في هذا الشكل الذي قدمته إسرائيل إعلاميا بأنها قد تحتاج إلى عملية نوعية بعيدا عن الضجة الأولى قبل هذه العملية، هذا التغير في نوعية العملية البرية التي قد تنتهجها إسرائيل داخل قطاع غزة، هل لقت قبولا وأنها استطاعت أن تراوجها إعلاميا بعد هذا التحول من الشدة إلى أقصى اللين؟ يعني هي إسرائيل تحدثت عن أنه لم تتنازل عن عملية حتى الآن، لكن قالت ما بين البري الهجوم البري الواسع وبين هجوم مركز ومحدد وكذا ويعني متفرق، العالم كله يقف خلفها، العالم الذي دعمها وهو يشاهد هذه المجازر بالأطفال لم يكون يشكل أي فارق بالنسبة له إذا كان هجوما بريا واسعا أو قليلا. اعتبارات الهجوم إسرائيل بالأمس عندما بدأ الهجوم أول أمس، يعني إحنا دخلنا في الفجر اليوم الجديد،
أول أمس مساء عندما أعلنت بدء الهجوم البري وكذا قتل لها ضابط وجندي بجراحة خطيرة، وبالأمس 3 جنود جراحة أصيبوا بجراحة، بمعنى أن إسرائيل كانت تخشى وتحسب حسابات أنه إذا نجح الهجوم سينجح الهجوم سيعتبر نتنياهو النصر ويعني على الحكومة الإسرائيلية، إذا لم ينجح الهجوم سيقولون ويتعثر الهجوم ولن يتقدموا كثيرا، يقولون أنه إحنا أصلا قلنا أنه يعني شيء موضعي وليس شيء كامل، كأن الأمر يتعلق بقرار إسرائيلي. هذا جزء من يعني استباق الأحداث والترك للميدان ليقرر، وترك الأمور بالنسبة لهم خط رجعة، أي أن هذا التصريح كأنه يشكل خط رجعة فيما لو لم تستطع إسرائيل تنفيذ الهجوم البري كما توقع الكثير، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نصحتهم بأنه قد يكون هناك فيتنام ثانية تنتظرهم، رغم أنها أرسلت مستشاريها العسكريين والخبراء ومن ضمنهم من عملوا في الأنفاق الفلوجة ضد داعش.